معانا نبيل الهواشي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي. زيارة اليوم الباجة فني إطار، زيارة تندرج في إطار المشاركة في تأطير اجتماع بالمعلمات والمعلمين تعقبه ندرس إطارات قطاعية، عنوانها الرئيسي كيف السبيل لتجاوز هذا الوضع وبأية آليات. تقييمكم للعودة المدرسية في غياب الترف النقابي على إلى المندوبيات؟ العودة المدرسية حسب تقديرات الوزارة هي من أنجح العودات، لكنها في مستوى موقف المعلمين والمعلمات، لم نتحدث عن النقابات، هي من أسوأ العودات على الإطلاق. اكتظاظ معناها بالجملة، عملية تنكيل بالمعلمين والمعلمات في علاقة بالحركة الاستثنائية، عملية ضم لأقسام مما ترتب عنه أقسام نظام فرق إضافية، يعني عملية كانت حقا عودة مدرسية متوترة ومتشنجة ومرتبكة إلى أبعد الحدود. ذلك أن الوزارة استعثرت بها على كافة الأصعدة، فكانت النتيجة دون المأمول. فيما مضى كنا نتعامل معا في علاقة بهذه المحطة الوطنية الكبرى المسميات بالعودة المدرسية بمنطق الشراكة، الشراكة التي تفترض أن نتخذ القرار معا وأن نضع له الشروط التي تضمن تنفيذه باقتدار وبنجاح، وأن نسهر معا على تنفيذه وأن نقيمه وأن نتابعه معا. الآن الوزارة استعثرت بكل شيء، انفردت بكل شيء، هي التي تقوم بكل شيء، بالمحصلة النهائية لا يمكن أن يكون النجاح مثل ما سجلناه في العودات المدرسية السابقة، بما في ذلك العودات التي اقترنت بكورونا وما أدراك ما كورونا. لكن هذا جوبها إلى حد الآن بالصمت. يا سمت، لم نصمت يوما ولم نسكت يوما، كتبنا البيانات، كتبنا البلاغات، نعقد الاجتماعات، نعقد ندوات الإطارات، نتحرك وسنواجه هذا الوضع بما أوتينا من قوة وكافة الوسائل المشروعة، وسننتصر في النهاية على حالة الاعتداء السافر الذي يتعرض له الحق النقابي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للإنسان. بس نبيل اليوم بخصوص المعلمين اللي بحجز أجورهم من 12 جويلية قداش وصلوا لها؟ قرابة 3000 معلم، حجز غير عادي وغير طبيعي. الحجز طبقا للقانون ممكن في صورة ما إذا كان المعني بالأمر متخلد بذمته ديون لفائدة الدولة أو لفائدة البنوك أو غير ذلك، لأن نص القانون يؤكد أيضا على أن الأجور محصنة ضد الحجوزات، وحتى في حالة الحجز الاضطراري لا يمكن بأي حال أن يتجاوز الحجز نسبة 20% من الراتب، شرط أن يكون بمقتضى قرار القضاء. ثم اليوم تحجز شهرا كاملا وتقول بأنه رد على عمل غير منجز، متى سينجز هذا العمل؟ خلال العطلة المدرسية؟ أنت حجزت شهر جويلية، شهر جويلية وعطلة مدرسية، والعطلة المدرسية محددة بمقتضى النص القانوني، القانون التوجيهي لسنة 2002، ومحددة بمقتضى أمر حكومي ومقتضى مناشير وزارية تصدر في مفتتح كل سنة دراسية، تحدد الزمن السنوي بداية ونهاية وتحدد دقائقه وتفاصيله، أي التقييمات والتعلمات. السنة الدراسية تنتهي يوم 30، فلماذا تحجز راتبا بعنوان اقتطاع؟ تقول اقتطاع مرة اقتطاع ومرة حجز، تقتطع شهرا كاملا على خلفية أن المعلمات والمعلمين لم ينجزوا عملهم. إذا كنت تقصد بإنجاز العملي الأعمال المتعلقة بالامتحانات أنجزها المعلمون قبل 24، إذا فما الداعي لاستمرار الحجز؟ ألا يتنزل هذا في إطار التنكيل بالمعلمات والمعلمين والتشفي بالمعلمات والمعلمين؟ بس نبيل قلت باش تحضروا يوم غضب من وزارة التربية، هذا قرار اتخذته الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 9، تنطلق عملية الإعداد لتنفيذ هذا القرار، وسنحرص على أن يكون الحضور حضورا مكثفا كما جرت العادة، وسنحاول من خلاله أن تفاصيل القرار. تفاصيل القرار يوم غضب وطني، يوم غضب وطني على التجاوزات التي اقترفتها الوزارة في علاقة بمكتسبات القطاع، سواء الترقيات من لم يتم تحديد التاريخ، لا التاريخ سنحدده لاحقا، نحن بصدد الإعداد لهذا اليوم، إعداد المادي لهذا اليوم، بالنسبة لتاريخه سنحدده وبسرعة برقية. المهم هو أن عنوانه لا لضرب المكتسبات، نعم لتكريس الحق في المفاوضة الجماعية، المفاوضة الجماعية التي ضربت مع هذه الحكومة للأسف الشديد، وبضربها ضرب الدستور الذي نص على الحق النقابي بصريح العبارة. سنبيل، رسالتك للمعلمين الغاضبين عن الجامعة العامة؟ لا وجود لمعلم غاضب عن الجامعة العامة، المعلمون غاضبون على الوزارة. هناك بعض التقييمات
المنسوبة لجهات معينة معروفة بارتباطاتها العضوية بالوزارة وبالمنظومة كافة، تحاول أن تصرف أنظار الجميع عن حقيقة الأوضاع، وذلك باتهام الجامعة بالتقصير أو بتحميلها مسؤولية الأزمة. الأزمة مسؤول عنها الوزارة والحكومة، أما المعلمون والجامعة فهم ضحايا لهذه السياسات الخرقاء وهذه السياسات المتخلية. إذا ما نجحت الوزارة في يعني تمرير بعض من مواقفها فالتقطها البعض، سنحرص على أن نصحح الأوضاع، ولعل زيارتنا اليوم وحضورنا اليوم لهذا النشاط ولهذه الفعالية يتنزل في هذا الإطار، وهو كشف الحقائق جلية أمام الجميع، ليس بغاية إعداد العدة لحرب جديدة، وإنما لتتضح الأمور ولنعرف الصديق من غير الصديق، ولنعرف أين نتجه وبأية وسائل ووفق وباتباع أي طريق. سمعنا أنه فما حكم بالسجن. لا، قضية وحفظت وانتهى الأمر، يعني قضية وحفظت. هذا للأسف الشديد نحن نعيش وضع غير عادي وغير طبيعي. قضايا ترفع ضد النقابيين، لن نتحدث عن التهليم الأساسي لئلا يتحول الأمر إلى شاكري نفسه يقرئكم السلام، وإنما هناك ضرب للحق النقابي من خلال التضييق على النقابيين باستعمال آليتين، آلية مجالس التأديب وآلية القضاء. من تهم تلفق بالجملة، البعض سجن والبعض مازال محل تتبع، والمواجهة في الحقل القضائي مازالت متواصلة بيننا وبين هذه الحكومة. أكيد برشة تصريحات خاصة لأسعد يعقوبي أخيرا، ما هو تعليقكم؟ والله برشة معناها ذكرني بتصريح تنقلك على التعليق للاتحاد، معناها الضعف وما عادش ملجأ للمواطن. للأسف الشديد توصيف الاتحاد بالملجأ يعكس عدم إيمان بأنه بيت التونسيين والتونسيات. الاتحاد ليس ملجأ، خيم تونس، ومن يتعاطى مع الاتحاد باعتباره ملجأ هو يتصرف وكأنه عابر سبيل. نحن لسنا عابر سبيل، نحن أصل، نحن جزء من هذه المنظمة، لأن هذه المنظمة تعتبر القلب النابض للبلاد التونسية، لم يضعف ولن تصاب بحالة وهن على الإطلاق مهما حاولوا ومهما سعوا ومهما بذلوا من جهد، لأن المنظمة الاتحاد العام التونسي شغل تعتبر جزءا لا يتجزأ من الضمير الجمعي للشعب التونسي، لا يمكن لأحد أن يحرك موقعها في ضمير التوانسة. ولذلك الحديث عن ملاجئ يعكس قصر نظر ويعكس عدم إيمان بأن هذه المنظمة منظمة الجميع، وبأن هذه المنظمة من يفكر في ضربها كمن يفكر في ضرب تونس، وتونس لا تضرب، وعليه فإن الاتحاد لا يمكن أن يضرب. شكرا.